أهلا وسهلا فيكم بعكر القضاء المكمم. هيدا الوضع بعد بداية العاصفة الرملية. المواطن الماشي على الطريق لابس كمامة والسايق مثله، وحتى شرطة البلدية والقوى الأمنية تقدر تقوم بمهامة بدها كمامة، وكمان نحنا احتاجنا لكمامة. الرؤية سيئة، الطقس حار والعاصفة الرملية مش مارق بقوتها من زمان كتير بحسب أهل المنطقة. عوعي أنا ما قطع مثله، في تعليمات عم تتنعطى من المستشفيات ومن البلديات أنه العالم تنضب بيوتها وتحط كمامات اللي بتطرط على برا، لكن أنا كمامتها معي. عم نختنق، والبيوت الغبرة بالبيوت، يعني ما عم نقدر حتى أنه أي ساعة يفوت التراب. غبرة قوي كتير وما فيك تاخد نفس، عم يضيق النفس. بمنطقة الأبيات الحركة شبه معدومة، العاصفة اللي بلشت يوم الثلاثة فاجأت السكان يلي ما كانوا مقدرين قوتها. بعكار الناس يلي خاطرت أول نهار وخرجت من بيتها بدون وضع هذا القناع كان مصير عدد كبير منها المستشفى، مما أدى إلى استنفار الطاقم الطبي بأكثر من مستشفى بهذه المنطقة. نحن متواجدين أمام باب الطوارئ، وبظرف ساعة استقبلت المستشفى 5 حالات اختناق بسبب العاصفة. استقبلنا مثل ما قلت لك قبل حوالي 100 حالة، وكانت المستشفى بتعج بالناس وطاقتنا كتير، استدعينا كل الطاقم التمريضي والأطباء بكل الاختصاصات. المستشفيات بالمنطقة وعملا بإرشادات وزارة الصحة مستمرة باستقبال حالات الاختناق والإصابات المتعلقة بالعاصفة حتى انحسارها، ومن هون لوقتها بحسب الأهالي القعدة بالبيت بتريحك من تخت المستشفى.